سلمان؟ يما ايش فيك عسى ما شر؟ ليش عيونك حمر؟ تعبان من الشغل. ما يخالف يا يما، كان جيت البيت تغديت وعينت من الله خير وبعدين كملت شغلك. يما ايش فيك تحاكيني كذي؟ شايفتني يا قدامك؟ شنو يعني تبين نهار قدامك الحين؟ خلاص موضوع حياتي انتهى عندي، انتهى. أنا والله يا إما خايفة عليك وقلبي يتقطع لشانك وعيني عليك ما بيك ترد القصة مرة ثانية هذه. خلاص أنا أسوي حقك علي يما. يما سامحيني ارفع صوتي عليك. شو اسوي يما؟ وايد تعبان، ابيك تساعديني بشيء المهم اللي بداخلي. والله ما في غيرك تساعدني. ادري يما ادري، والله انت ولادي وانا حاسه فيك ابعد عمري. الله يشهد اني انا ادعي لك ليل ونهار. الله يطبخ بحالك يا يما. خلاص انا وعدك مره ثانيه ما يباريها، بس لا تزعلي. سامحيني يا بعد عمري، انا مسامحتك. خلاص يما خلاص. خلتي مزيج الكيك الماء والزيت والبيض، نار كبير ببطء دقيقتين، اسكب الخليط في القالب الدهون. انتي قدة مش هيك يا بنتي؟ يعني بنتك بعد كم يوم بتصير المديرة العامة. الله يعلي مراتبك يا بنتي وتصير مدير ان شاء الله. ان شاء الله من تمك الباب السما. وهيدا الجاتو مني إلك، يعني بهالمناسبة السعيدة. تعرفي تزبط الجاتو؟ صرت شاطرة، ما بني شي بالأكل. لا حلو ما كتير بعمل دايما. عقد بحطه على اثنين يا أمي. أوكي. ديري بالك على حالك يا بنتي، اعملي كل شي اللي بدك اياه بس تحطي بالك على شغلك، هيدا اهم شي. الله يحفظك ويطول لي بعمرك ويخلي لي اياك يا بنتي. فضة فضة، مسلمان مسلمان. خير خير يا سالم، كان جاية زحمة جنطتي. أنا باكر الصبح إن شاء الله بسافر بيروت. السفرة هذه اللي على غفلة؟ لا لا، بس عندي مشروع استثماري، إذا عجبني بوقع العقد وياه. إي الله يوفقك إن شاء الله. الحين أروح أجهز لك الجنطة. سلمان سيارته برا، وين هو فيه؟ موجود بس هو تعبان، حب يريح شوية. تعبان ايش منه؟ من كثر الشغل في المكتب عنده. أمرك، نتعشى برا. لا حبيبتي، خليها وقت ثاني، أنا معزومة على العشاء. منو هاللي ما عنده ذوق عزمك وما عزمني؟ حبيبتي اللي عازمني ما يقدر يعزمك لأنه طارق ريلي هذا. يا عيني على الرومانسية، على هالعزايم على حظي أنا. يلا بروح البيت بحط اللي جبنة وزيتون وبتعشى. حبيبتي زي خلاص، يلا مو وقت الحين، يلا لا تأخريني. لا وقعد تصرخ كمان. يلا كلمش بعدين، باي باي باي.
سلمان شفيك يبا الله يهديك. سلمان يبا أنا بسافر بروح بيروت، ترضى أن ماكو أحد يسد مكاني ولا ترضى أني أحط واحدة من الموظفات تكون بمحلي وأنا عندي ولد مثلك قد المسؤولية؟ يبا ترى الحلال كله حلالك وكل هالتعب والشقة اللي أشقيه كلها علشانك. أنا كل اللي أبي منك ترى ساعة زمن تمر عليهم، تمر هناك تشوف الشغل شلون ماشي، عرفت؟ وتمشي. الموظفين لا شب واحد وراهم يمشون كذي، يمشون عدل. أيوة إيش قلت صار؟ صار يبا. بارك الله فيك، هذا اللي أبي. خلاص بيتكم بيتنا. تيجي معي بيتنا؟ مو بتي معي بيتنا، روح بيتكم وين طرادك. القمر طالع، يقول لك ليش القمر والشمس موجودين مع بعض؟ اي كذي الدنيا تصير حلوه، احس ان عندي احسن زوج بالدنيا. مشكوره ما تقصرين. شو تضحكين قطنكتي انا شنو؟ انت ليش تكلمني كني واحد من ربعك؟ ليش؟ شلون يعني؟ يعني كل ما اقول لك شيء تقولي مشكوره، جزاك الله خير ما قصرتي. كني مسويت لك خدمه. يمكن. لا مو يمكن، أكيد. أنا ما عندي مانع أكون صديقتك، بس أنا زوجتك. ما يمنع أن يكون بيننا صداقة حميمة، يمكن تكسر الحاجز اللي بيننا. حاجز؟ أي حاجز؟ لا تفهمني غلط، أنا قصدي ودنا نتقرب من بعض أكثر. ودي أعرف تفاصيل وايد عنك، ودي تفتح لي قلبك. شو ذي يعني؟ حياتي بصراحة أنت حاسة أن أنا جامد؟ فيك الخير والبركة. مو جامد بس رسمي شوية. لا انت حاسة ان انا جامد، ترى يمكن انا جامد في بعض الشغلات، فالشغلات هذه انت تشوفينها وايد مهمة، بس انا بالنسبة لي شغلات تافهة ما تعني لي شيء يعني. ليش سكت؟ كمل. لا ما ابي اكمل، خاف تزعلين. لا تخاف ما راح ازعل، قول. تدرين شنو مشكلتك؟ مشكلتك ان تبين تفرضين رايك، تبين اللي قدامك يحب اللي انت تحبينه ويكره اللي انت تكرهينه، هذه مشكلتك. بصراحه ما ادري، يمكن. ولا يهمك، لا تحاتي. من هني ورايح بحاسب على تصرفاتي وبراقب نفسي، بس المهم انك ما تزعل. لا لا انا مو زعلان، انا مزعلني شيء واحد بس، أن كان المفروض ناخذ فترة خطوبة قبل أن نتزوج، ندرس فيها بعض أكثر، يعني مثل ما قلتي نشوف طبايع بعض،
هالكلام هذا إيه بس الحين أنا زوجتك. شوف بين الأهل دائما نسمع الأشياء الزينة الأشياء الكبيرة المهمة، بس أدق التفاصيل ما يعرفونها عن بعض ويكتشفون عقب إن الفكرة اللي ماخذينها عكس الواقع تماما. بس الكلام هذا اللي قاعد تقولينه كله ما ينطبق علي. يعني أساسا أنا ما عندي شيء عود عشان أخش، بالعكس أنا واضح. أنا مو قصدي كذي، يعني أنا ودي تفتح لي قلبك. أبي أعرف شنو مزاجك أول ما تقعد من النوم، تحب تطلع ولا لا، شنو تحب تاكل، شنو تحب تشرب، شنو الأشياء اللي تضايقك، شنو العطر اللي تحبه، كذي يعني. صدق عقلكم ناقص. يلا يا جماعة خلنا نختار صورة من الصور حق الإعلان. هاي الصورة وايد حلوة، بس هذه الصورة أنا مو عاجبتني. بس هذه الصورة الوحيدة اللي موجودة فيها مهندسين المشروع، وبكذي الإعلان راح يكون ناقص حسب طلب شركة المعمورة. والله أعتقد إن في صور ثانية. إنزين الله يهداك، كان عدلتها بالفوتوشوب وشلتهم. هذه ما يبي لها فوتوشوب، هذه الصورة لازم تحترق. ليش يا ريم؟ إيش فيها الصورة؟ ريم لو سمحتي لا تدخلين بشغلي. والله أفهمها مثل ما تبي تفهمها. أتدخل أنا؟ هاي الصورة مو عجبتني. ريم وبعدين معك السعود معاه حق. معاه حق وأنا الغلطانة، يعني أنا الحين مخربة الشغل. خلاص أنا خلي الشغل وراح أتعلم الشغل بيت أهلي، مو كذي؟ ريم لو سمحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعود لا تحط ببالك شيء وكمل شغلك، أنت منت غلطان وخلني أنا أتصرف الموضوع. هلا رمزي يا حبيبي. لا الحمد لله أنا زين. لا لا ما أقدر أجي معاكم القهوة. إيه خلي وقت ثاني. إيه بروح المكتب بعدين بروح المنتجع. يلا مع السلامة حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. هلا. شربي يما شوي، بسم الله عليك شربي شوي عشان خاطري. شربي الله يسامحك يا ريم، الله يسامحك. انا ايش قلت يعني؟ الو الو، ما ترد يا جليل الحياه هين؟ إن ما بلغت عنك المغفر وخليتهم يسحبونك ويدمونك بعد.
يعني بغياب أبو سلمان ما بدي أي تقصير بالشغل، بالعكس بدي جهودنا وتركيزنا يتضاعفوا، لأنه هي مسؤولية منتحملها كلنا. بتمنى منكم أنه ما حدا يقصر بشغله، واللي بيقصر بالشغل هو اللي رح يتحمل العقوبات ويمكن ينخصم من راتبه. بتمنى كلامي يكون واضح هلأ وكل واحد فيرو على شغله. Thank you. يعني ما شاء الله عليك، مثل ما توقعت شخصيتك قوية ومنتهينة، بس يعني خصم مرة واحدة الله يهداك كأنك زودتيها شوي. أستاذ حامد من فضلك، أنا بضحك بالشغل ما بحبه، فيك تروح على شغلك هلأ. ها ايش قلت أنا؟ ما بحب؟ أنا بحب هاتي. أنا سلمتكم كل شيء يخص المرحوم وما عندي أي شيء. بس أنت عقد البيع والشراء ما سلمتنا إياه، وإذا ما عندك النسخة الأصلية أكيد عندك نسخة منه. أنا قلت لك يا أنس السعاد إني ما عندي أي شيء، أكيد الوالد مر على السكرتيرة أو على المساعد وخذ كل الأوراق وخلاهم في البيت، دوريهم هنا وهناك. يعني أنت مصر إن ما عندك شيء؟ نعم. أوكي أنا هناك. طب. صباح الخير. يا هلا. شلونك؟ والله هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. هلا والله بسماح زميلة الدراسة. والحين زميلة العمل، توني التحقت جديد بهالمستشفى. يا عمري انت شلونك؟ شلون امورك؟ الحمد لله بخير، وانتي؟ الحمد لله ماشي حالي. انت بشريني، تزوجتي؟ جبت عيال؟ لا لا. وانتي؟ انا الحمد لله تزوجت. الف مبروك. ان شاء الله. الله يبارك فيك حبيبتي. وين بتروحين؟ الدكتور نايف طالبني. أنا بعد عندنا عملية. يلا عير. لا طبعا، أنا سويت كل اللي اتفقنا عليه طال عمرك. زين، وما قالت لك اشتبي بالعقد؟ لا أبد، بس أنا بلغت أن المرحوم أخذ كل الأوراق من مكتبه قبل ما يموت الله يرحمه. زين، أنت إذا من صوبك سمعت أي شيء بلغني على طول، وكراميتك يا أستاذ خالد تراها ماشية. جزاك الله ألف خير، ما عليك قصور يا أبو عادل. تعرف يا أستاذ خالد، هذه مسألة حساسة جداً وعائلية، وأنا يشهد الله إني خايف على بيت أخوي من الخراب والضياع. أصدق أصدق يا أستاذ خلف إني أطلع حصتهم قبل حصتي؟ أنا كل خوفي إذا سلمتهم إياها يضيعونها. حياك الله، مع السلامة. مع السلامة يا أبو عادل. علينا الحكي، اللي حاط حصتهم كلها في بطنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا بنت الحلال؟ انا وايد اسف، ادري اني تاخرت عنك. ولا يهمك اقتصاد، بس تعرف ان المناوبه طول الليل بتهد البني ادم. ادري يا اخوي والله ادري، بس عندي مشكلة ولازم أحلها بروحي، وما راح أنسى وقفتك معي. وايد مشكور. ولا يهمك، إذا تحتاجين أي شيء أنا تحت أمرك. مشكور ما تقصر. سلام. سلام. ألو. ما استفدنا شيء يمه. المحامي مصر ان ابوي ياخذ من عنده كل الاوراق، حتى عقد البيع والشراء. والله انا بعد احترت، ما ادري ايش بسوي. اللي ردين البيت بنسولف ان شاء الله، عندي وايد شغل ولازم اخلصه الحين. مع السلامه. أنا اللي يعجبني فيك إنك أنتي وايد تهتمين بالتفاصيل. بعض التفاصيل يا دكتور وايد مهمة ولازم نركز عليها. إيه عاد ما شاء الله حياة وايد دقيقة. أنا
ايش فيها الحلوه زعلانه؟ هات يمه شرب العصير هذا علشان تهدي اعصابك شوي. ما بي يمه خلاص انا احسن الحين ان شاء الله. دوم يمه حبيبتي ما قلتي لي ايش اللي صار؟ ماكو شيء بس شوي متضايقه. وماجد وين الحين؟ وين راح؟ هو بالمجلة بس أنا قلت أطلع شوي أيجي. شربي شوي عشان خاطر ماجد. فؤاد ما حد سأل عني؟ لا استاذ ابدا ما حد سأل. غريبة، المفروض ساعتي تجيب معاه تفاصيل القضية. الغاية يعد راح معاه. زين بروح المنتجع بعد شوي، تبي شيء؟ لا مشكور ما قصرت. خلاص روح شغلك. يلا عن اذنك. سامحت وهدات شري. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارتاح ارتاح كملي غداك. والله ما بصير خليني اطلب لك اكل. لا مشكورة بتقدم مع الوالدة. أنا قلت أمر عليكم شوية بس. يا أهلا وسهلا. كملي كملي ما تشغل فيني. Thank you. والله زحمة اليوم ها؟ إيه كتير ويك إند. أوكي. هلا عمتي. هلا يمه جيت بوقتك. الحين أنت بالغدا كاهو سلمان جاي بالطريق. ريم وينها؟ ريم كاهي قاعدة بالصالة. إلا قولي يا ماجد شو اللي صاير بينكم يمه؟ ليش متزعلين؟ أفا الله لا يجيب الزعل. يعني مجرد خلاف في وجهات النظر بس. الله لا يفرق بينكم ان شاء الله. يا يمه دير بالك عليها ولا تزعلها مره ثانيه. الله يهداش عمتي، على ليش شايفني انا؟ مو عشان اراضيها. الله يعطيك العافيه. اللي هي وينها؟ كاهي موجوده. تفضل ويسامحني يا يمه خليتك عند الباب. تفضل تفضل. دعملون ديسكاونت ايام العاديه ولا لا؟ لا بس يوم السبت. اوكي، بس السبت ها؟ حلو. بس في اقبال عليه كثير. يلا ان شاء الله. يلا انا بمشي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله استاذ سلمان شلونك؟ الحمد لله بخير. هلا والله. معك حامد موظف عندكم بالشركه. والنعم والله والنعم تشرفنا. بصراحه انا من زمان كان ودي اتعرف عليك اكثر بس ما صارت فرصه المناسبه. ما يخالف مره الجايه اقعد معاك اكثر واكثر وتعرف عليك بس لاني انا وايد مستعيل. اي ان شاء الله. راح امركم وايد. يلا مع السلامه. باي مع السلامه. مع السلامه. حياك الله حياك الله. مع السلامه استاذ. حياك الله. خير يا حامد؟ شو في هلا؟ يا حليله لذيذ صرفني بس لذيذ. لشو ترك مكتبك وجاي لهون؟ اي بصراحة انا اعتذر منك على الكلام اللي قلته الصبح. انا ادري دوام ووقته غشمرة وميان. حامد احنا في الشغل وبعدين ما في مزح معي ولا بالشغل ولا برا. معمول معروف. بالاذن. حياك. معمول معروف. حكي حكي سلس سلس. بشر دكتور شلون بنيتنا حياة؟ ما شاء الله عليها عندها تفاني بالعمل وتحب شغلها. وينكم من زمان ما شغلتوها؟ زوجها كان رافض انها تشتغل. وش حقه؟ مو يقول المرأة هي نص المجتمع؟ لا والمجتمع الثاني هو الأهم وهي المرأة. الناس مبادئ. لا لا المرأة في حياتنا هي الأمل هي الحياة. يا أخي المرأة من غيرها احنا ما نقدر نعيش. اشوفك تغزل بالمرأة. شنو حاط عينك على واحدة جديدة ناوي تتزوج؟ لا 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 انا حبيبي انا كذي مرتاح. انا بعيش طول عمري في خدمة المرضى وبس. وليش؟
زوجة تمنعك من مساعدة المرضى؟ لا لا ما تمنعني، بس هذه قصة كبيرة ما تدوخ راسك فيها. آه فيها قصة بعد، قولي نايف شو القصة؟ القصة هذه ما حد يحس فيها غيري أنا. اوكي بوس، وي ار ان جيت 2. شوف اخي، مثل ما قلت لك، المره تظل مره، صعدت نزلت امتنت ضعفت صارت وزيره صارت مديره ها طبيبه، المره تظل مره، ما لها الا بيتها وريلها وعيالها وبس. عندك انا كيفك عاد، تبي تسميني رجعي متخلف مو متطور ما يخالف، اهم شيء راحتي. يس بوس اوكي، والزم مع الريال راحته، وانا راحتي ما القاها الا ببيتي. اي ابوي انا اذا طلعت وسكيت الباب على مرتي وعيالي اكون مطمن. خلي يقولوا باكر الياهل كسر الاقلاص، التكييف يبي له تصليح، المره طبخت طبخه واحترقت، كله يهون. ولا المشاكل اللي برا يا اخوي، كل مشكله قد شعر راسك لا وبيشيب راسك منها بعد. عجلنا بالطلايب احنا عدل. انا شو اللي خلاني اقول اني وافقت على شغل زوجتي؟ يلا يلا تعال تعال تاخذ لحق علي. يا وي كامل. المرحومه حنان كانت اهم جزء في حياتي، عشان شدي ما فكرت اني اتزوج. الله الله الله، حبك يا دكتور نادر هالايام. موجود التضحية يا جمال، بس اللي عارفة ان الحب تضحية. فعلا كلامك، علشان كذي انا قاعد اضحي. وانت ضحيت علشان حنان؟ لا لا، هي اللي ضحت علشاني. انا عشت معها عمري كله وانت تدري اني ما اجمع، علشان كذي. يمكن تلقى لك واحدة ثانية توافق. وين القى؟ ولقيت ايش حق احرمها من زينة الحياة؟ ريم، إذا تبيني أقطع علاقتي بشركة المعمورة هالفترة هذه وأشوف لي ممول ثاني أنا حاضر. شوفي عاد، ترى عارفك عدل وبخصك زين، أنتي ما زعلتي من شيء، أنتي ما زعلتي إلا من هدية شوق. عدل كان لازم تقولي، أنا مستحيل أخش عنك شيء، شلون قاعد تخش عني؟ شوفي عاد، رجاءً أنا ما أحب أحد يكذبني أو يشك فيني. أنت جاي تصالحني ولا تهاوشني؟ ما أدري يعني، يمكن صدق تسرعت شوي كبرت القصة. بس شنو؟ أنت أغلى إنسان عندي بحياتي، أنا أموت لو أحد يقرب منك، ما بيك يضيع مني. ريم ريم، علامة شبه، ليش مكبر الموضوع على الفاضي؟ ترى شوق ما سوت شيء، أقصى شيء سوته إن هي تتبارك من غير موعد ومشت. حبيبتي من يقدر يأخذني منك؟ وأنت البنت اللي أنا اخترتها من بد البنات، بعدين أنت أقلى وأجمل وأروع قصة حب أعيشها كل يوم. فات الحمامة، ترى صرتش محمود ياسين. يا العضحكي يا ثقل دمك. سعاد. هلا استاذ سلمان، شلونك؟ ان شاء الله ما عطلتش. بس لا لا ما عطلتني، بس الاوراق اللي طلبتها مني ما قدرت اجيبها. مريني المكتب ان شاء الله، باكر احاول امر عليك. ترى احنا لازم نكسب الوقت عشان نلحق،
وباكر راح اقول لك كل شيء بالتفاصيل. اوكي مع السلامه. يما انت مو من صدقك، ليش ما رحتي مع ابوي بيروت؟ اي والله عدل كلام ريم، رحت بيروت ونستي غيرتي جو. انتوا اللي من صدقكم، هو رايح سياحه، انا شو يوديني بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يما. ابوي ما اتصل؟ لا يا حبيبي ما اتصل، ليش تسال؟ ليش يسال بعد؟ اكيد يبي استشاره. متجع في شيء؟ لا لا بموضوع بس. خلاص لرد اكلم ان شاء الله. يلا. تعال اقعد، وين رايح؟ السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حبيبتي، هلا هلا بعد قلبي يما. ها كلمت يما المحامي؟ صادقين عاد؟ هو اللي اتصل عليه اليوم. وليش متصل؟ يما هالمحامي خوش ولد، دايق عليه عشان يقول لي ان الوقت لازم يكون في صالحنا، وانه لازم باكر امر عليه عشان يساعدني. والله انه ولد حلال. بس عاد ها يا بنيتي ديري بالك زين حق هذا اللي يسمونه المحامي خلاص. اي يا يمه اخاف يتفقون عليك مع عمك ابو عادل، وعمك ابو عادل يا يمه ريال مو هو بسهل، عقرب رمل. لا تخافين علي يمه، انا صاحيت لهم. خليني اروح اتغدى وابدل. عليك بالعافيه. الله يحفظك يا بنيتي. هلا ام سلمان. الله بالخير، الحمد لله على السلامة. ليش ما طمنتني عليك اول ما وصلت؟ انشغل بالي عليك. انا ما تاخرت الله يهديك، باللي قلت تاخرت كان اكلمكم. المهم الحمد لله على سلامتك. ها طمني، شلون الشغل؟ ان شاء الله كل شيء زين. والله الشغل موعدنا باكر ان شاء الله نروح، وان شاء الله نتفق واوقع على كل شيء. المهم انت وشلونكم، شلون العيال؟ الحمد لله كلهم زينين ويسلمون عليك. الله يسلمك. إلا سلمان هني؟ موني طلع. ما قال لك إنه راح المنتجع اليوم يتطمن على الشغل هناك؟ تطمن، راح وخلص كل أموره. الحمد لله الحمد لله. بس قولي له يقول أبوك لازم تتم وراء الموظفين، ترى الموظفين ما يمشون إذا ما وراهم واحد مجابل. إيه بس سلمان قال لي إنك أنت موظف واحدة هناك وهي اللي بتخلص الأمور المنتجع كلها، يعني ما له داعي لوجوده. هيقول من اللي وصلنا حق هالحالة هذه وخلى حلالنا يقومون فيه الغرب؟ ها؟ مو هو؟ المهم عليه، إذا بغيتوا شيء شيات اتصلوا يبه. لا أبي سلامة عمرك، بس أنت أهم شيء دير بالك على نفسك وطمني، مو تنسى. إن شاء الله إن شاء الله والغنيمة. يلا في أمان الله. الله يحفظك، مع السلامة.